أسوس بيو. اليوم في أسوس بيو باش نعطيكم وصفات طبيعية باش نرجعوا النظارة والإشراق لبشرتنا والتفتيح زادة البشرة باش نفتحوا بشرتنا. أول وصفة للتفتيح وتبييض البشرة، المكونات: مغارف عسل كبيرة، ثلاثة مغارف زيت اللوز، مغارفة كبيرة حليب بودر، ثلاثة قطرات من عصير الليمون. نخلطوا المكونات بالباهي اللي نتحصلوا على خليط متجانس، نحطوا الماسك على وجوهنا لمدة 15 مينوت. نجموا نعملوا الوصفة هذه حتى مرتين في الجمعة باش نلقاو ريزولتا مزيانة لتفتيح البشرة. الوصفة الثانية: ماسك القهوة زادة للتفتيح والنظارة. الماسك هذا مزيان برشا، نجمو المكونات هو مغرفة كبيرة قهوة، مغرفة صغيرة زيت زيتونة. نخلطو المكونات مليح، نحطو الماسك على وجهنا لمدة 10 مينوت، وبعد نعملو بيه مساج هكي للبوم تاعنا ونشلو بالماء الفاتر. نمشيو توا مع بعضنا للوصفة الثالثة لشد البشرة. ناخذو أبيض عظمة، مغرفة كبيرة عسل، مغرفة صغيرة زيت زيتونة. نخلطو المكونات ونحطو الماسك 10 مينوت على وجهنا. بعد ما يشيح الماسك نغسلوه بالماء البارد. لتبييض البشرة الوصفة الرابعة، ناخذ مغرفة فارينة ومغرفة صغيرة ماء ورد مع مغرفة صغيرة زيت اللوز الحلو، نص كعبة برتقال ومغرفة نشاي، ونزيدو بشوي بشوي الحليب لنتحصلو على خليط متجانس. نحطو الخليط 10 مينوت وبعد نغسلو وجوهنا بالماء البارد. أيا توا جربوا لي ماسك اللي عطيتهم لكم، هذوم ساهلين وما ياخذوش وقت ويرجعوا النظارة والإشراقة لبشرتنا. وهذه كانت أسوس بيو لليوم. أسوس بيو.